شكرا، كنشكر القناه ديال شوف تي في اللي استضافونا في هذا التكريم ديال خديجه البيضاويه اللي جينا احتفلنا معها بحكم ان احنا كنا خدامين مجموعين في واحد الفتره لمده 10 سنوات. الفنانه الوحيده اللي كانت تتوفر فيها جميع بزاف ديال الحوايج من الاناقه ومن الحفاظ على الزيت التقليدي والحفاظ على التراث الاصيل المغربي العيوط كما كنقولوا عيوط بيضاويين، والشيخه الوحيده اللي بقات محافظه على داك الشيء. الحمد لله اليوم جينا نحتفلوا معها وحصل لنا شرف نفرحوا معها حنا ونطلبوا لله الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. والحمد لله هذاك الشيء دوزتو كما كيقول لك صاباس خلاوه الكور. الحمد لله دابا انا بصحه جيده وان شاء الله رجعت كنخدم وشحال هادي الحمد لله انا موجود دابا قريب نسجل جديد ان شاء الله من ان شاء الله في العيد الكبير غنسجلوا كل شيء جديد ان شاء الله. انا خدام الحمد لله وبصحه جيده وهذاك الشيء تفادينا هذيك الوعكه الصحيه تفادينا الحمد لله اللهم لك الحمد. وكما كان الحال الحمد لله اش غادي نقول الحمد لله اللهم لك الحمد. انا ما غاديش نسمح لذوك الناس اللي اداوني واللي هذا موضوع اخر ما غادي نطرقوا ليه نيس ان شاء الله في القناه ديالكم، ولكن غادي يكون ان شاء الله في يوم عيد الكبير حيت هو شويه موضوع كما كيقولوا خصو يكون في هذه المناسبه ديال العيد الكبير باش نادم على الله وعسى يوعى. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله كتبان ان بنادم كان في واحد الصيفه وكان في واحد الوزن وليتي كتنقص، هذا الشيء راه باين فهمتي، هذا الشيء راه باين ماشي الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله هذاك الشيء ما بقيتش كنبغي نتناقش فيه كاع. الحمد لله انا باقي عندي شعبيه الحمد لله اللهم لك الحمد، عندي رصيد فني الحمد لله، عندي جمهور كيتابعني، عندي محبين الحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر، وعندي جمهور اللهم لك الحمد بزاف كاع شي قريب ليا بزاف كاع الحمد لله حتى اللي جات. قلت لك هذا موضوع حساس غادي نطرقوا ليه ان شاء الله يوم عيد الفطر فهمتيني، يوم عيد الفطر ان شاء الله غادي حيت هاد الناس اللي داروا هاد الشيء عند راسهم راه قضوا الغرض وسدوا بيبانهم فهمتي كما كنقولوا. انا بغيت نتعاون معاهم يسدوا حتى تليفوناتهم كاع نهار العيد الكبير يسدوهم. الحمد لله جريت كما كيجريو الناس كما انا التجأت لشي مواقع التجأت بزاف الناس الحمد لله قلت لك اللهم لك الحمد. دابا انا بصحه جيده اللهم لك الحمد. ودابا تنقول لك تيقول لك اللي عنده الحنش يخاف من القنب، انا ما بالعكس دابا انا نقدر ندير ثقه في البراني وما نديرهاش في اللي حدايا كاع. دابا انا عندي نقدر نثيق في واحد ما كنعرفوش وما نثيقش في شي واحد انا عندي معاه نفس الزمان نفس الكنيف في سبيل الله الله يسمح لينا. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله اللهم لك الحمد. راجع بقوه ان شاء الله وباقي ورجعت الفرقه ديالي كامله والحمد لله باقي داك الشيء على احسن ما يرام. واللي بغانا راه التليفونات عندنا زوج ديال لينا التليفون كاينين في اليوتيوب كاينين في فيسبوك، لاباج ديالنا كاينه في اليوتيوب خالد العوني راه غتلقى كلشي لي كوردوني كاينين تمايا الحمد لله. والجماهير ديالنا ديما كنشوف التعليقات ديالهم باقي حب كبير بيني وبينهم باقي كيبغيوني وباقي متبعيني الحمد لله. انا راجع بقوه وبصحه جيده وبفرقه كبيره والحمد لله كلشي موجود.